مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. ان شاء الله كالعاده حلقه تكون مهمه ومميزه جدا، لان عندنا اخبار كتير قوي قوي بتتعلق بالنادي الاهلي، وكمان اخبار بتتعلق بمنتخبنا الوطني المصري وكل ما يخص كمان بطوله الامم الافريقيه. الجزء الثاني من حلقه النهارده هينورنا ويشرفنا الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي الكبير عشان نتكلم في امور عديده وملفات عديده بتخص بطوله الامم الافريقيه. كمان سؤال الحلقه النهارده ومستنيين تواصل حضراتكم معانا، سؤال الحلقه خاص بايه اقوى منتخب في الدور الاول لبطوله الامم الافريقيه. اكيد هيكون في اجابات مختلفه، وبعدها ممكن يكون اقرب شويه للجزائر، لان منطقيا الجزائر هي اقوى منتخب. المغرب مصر ارقامها بتقول كده من اقوى المنتخبات، فبالتالي يعني هنتواصل مع حضراتكم نشوف رايكم في اقوى منتخب في بطوله الامم الافريقيه. كلام كتير قوي، وهنبتدي باخبار النادي الاهلي بس بعد ما نروح نشوف اهم وابرز العناوين. يلا بينا. الخطيب صلاح وماني سيكون لهما دورا رئيسيا في امم افريقيا. خمس نهائيات تاريخية تتكرر في مصر خلال دور الـ16. هاني رمزي متفائلون بمواجهة جنوب أفريقيا. الجري يرفض إجراء أي تعديلات على تشكيل المنتخب في مباراة دور الـ16. الكاف يختار 4 لاعبين مصريين في التشكيل المثالي للدور الأول. سامي قمصان أداء المنتخب سيتطور ومتفائل بتحقيق البطولة. الأهلي يخوض مباراة ودية اليوم قبل السفر لمعسكر إسبانيا. طيب اخبار كتير جدا جدا معانا النهارده، وهنبتدي كالعاده باخبار النادي الاهلي اللي اكيد بيهم فئه كبيره جدا من الشعب المصري، وعدد كبير جدا كالعاده من الشعب المصري بيبقى دايما عايز يعرف اخر اخبار النادي الاهلي. الفريق النهارده عنده مباراه وديه، وهي اول مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي في اطار الاستعداد للموسم الجديد، وفي اطار ايضا عدد من المباريات الوديه اللي هتكون كمان متواجده في اسبانيا في معسكر الخاص بفريق النادي الاهلي، واكيد معسكر هيكون غايه في الاهميه بالنسبه للجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاساتي، وبالنسبه كمان للاعبي النادي الاهلي. المباراه بالظبط ابتدت في تمام الساعه 6 مساء مع احد فرق الدرجه الثالثه، واكيد مباراه مهمه. ليه مهمه؟ لان دايما في بدايه فتره اعداد بتبقى عايز تبتدي بدايه تدريجيه في المباريات الوديه اللي انت بتاخدها، وبعد كده يبقى في ارتفاع في المستوى مع بعض المباريات الاخرى الوديه ايضا، وبالتالي تقدر تستعيد كامل لياقتك البدنيه والفنيه بشكل تدريجي علمي، وده شيء مهم قوي قوي واللي بيشتغل عليه النادي الاهلي. المباراه كمان وديه ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي دايما بيوحشه فريق الكوره، واحنا بقالنا فتره في الحقيقه ما نشوفش النادي الاهلي بيلعب ماتشات بسبب توقف بسبب بطوله الامم الافريقيه. حتى لو كانت مباراه وديه قليله كمان في المستوى زي هذه المباراه، لكن دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى مهتم قوي يعرف اخبار الفريق وتشوف الفريق في ارض الملعب. اعتقد ان المباراه ان شاء الله باذن الله مع نهايه اليوم النهارده هتذاع على قناه النادي الاهلي، هتاكد لكم المعلومه دي بشكل دقيق واقول لكم الميعاد هيكون امتى ان شاء الله عشان تتفرجوا وتطمنوا بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي في اطار الاستعداد للمرحله الهامه جدا المقبله. من ضمن اخبار النادي الاهلي عمار حمدي لاعب الفريق وعاد خلاص من الاعاره من الاتحاد الاسكندري، وعمل موسم اكثر من رائع خلال الموسم اللي فات او بالتحديد كانوا 6 شهور يعني، وقدر ان هو يحرز اهداف ويصنع كمان اهداف ويلفت الانظار بشكل كبير، ولفت كمان انظار الجهاز الفني منتخب مصر، لانه في احد المعسكرات واحد المباريات الرسميه في تصفيات الامم الافريقيه شارك في بعض المباريات، فبالتالي لعيب مميز قوي. اللاعب كان تعرض لاصابه عباره عن كدمه قويه شويه في ايده، بيتعافى منها وخلاص بشكل رسمي هيشارك في التدريبات الجماعيه بدايه من يوم الجمعه القادم. هتقول لي يوم الجمعه ما الفريق مسافر؟ لا، هيكون في مران الساعه 9 الصبح، بعديها صلاه الجمعه ان شاء الله تعالى، وبعد كده الفريق هيسافر ان شاء الله لاسبانيا، وعمار حمدي هيكون متواجد مع بعثه النادي الاهلي هناك عشان يستعد للموسم الجديد وعشان يتم تحديد مصيره بشكل اكبر من خلال معسكر اسبانيا ومن خلال متابعه دقيقه جدا 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 من الجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارتي.
في المقابل احمد الشيخ، احمد الشيخ بيعاني من كدمه في رجله، بالتالي ما بيشاركش في التدريبات خلال امبارح والنهارده. كدمه بالتحديد في الكاحل قويه شويه بالنسبه لاحمد الشيخ، ويمكن من اللعيبه اللي حظهم سيء. كل ما يبتدي احمد الشيخ يرجع ويلعب او يشارك في التدريبات وتالق تلاقي اصابه جت او شيء اعطاله عن المشاركه عن التالق، ودي امور يعني للاسف بتعارض بعض اللاعبين، لكن نتمنى ان احمد الشيخ يعود سريعا. عنده برنامج تاهيلي وبرنامج علاجي مهم جدا في النادي الاهلي، وهيكون متواجد مع بعثه النادي الاهلي ايضا في اسبانيا عشان يحضر للموسم الجديد. بالمناسبه من ضمن الكواليس المهمه قوي اللي انا حابب اقولها لحضراتكم، ان في تمسك كبير جدا جدا باحمد الشيخ لاعب النادي الاهلي، وفكره ان هو يرحل عن النادي الاهلي غير مطروحه حتى هذه اللحظه. عشان يكون ايضا دقيق مع حضراتكم، حتى هذه اللحظه احمد الشيخ من اللاعبين اللي مكملين مع النادي الاهلي الموسم الجديد، ومش هيمشي لحد اللحظه اللي انا بتكلم حضراتكم فيها. اهتمام كبير جدا باللاعب، قناعه كبيره جدا من الجهاز الفني بالكامل بقدرات احمد الشيخ، وهو بالمناسبه لعيب مميز قوي قوي قوي، قدراته عاليه جدا جدا جدا، لكن بيصادفه سوء حظ، وكمان التركيز قليل شويه عند احمد الشيخ. لو ركز اكتر من كده في شغله في الكوره هيبقى عالمي جدا، فبالتالي في تمسك يعني باحمد الشيخ حتى هذه اللحظه انه يكون متواجد في النادي الاهلي خلال الموسم الجديد. بالنسبه لحسين السيد العائد من اعاره في السعوديه، وشارك في التدريبات من يومين بالتحديد بالظبط، كان اول مران ليه وبيشارك بشكل جيد بالمناسبه، وفي برنامج موضوع لحسين السيد بالتحديد عشان يسترجع قدرته البدنيه بشكل كبير. ليه؟ لان حسين السيد بقاله فتره كبيره مريح اكتر من لعيبه النادي الاهلي، لان الدوري السعودي خلص قبل التوقف بتاع الدوري المصري، لان الدوري المصري لسه ما خلصش طبعا. فكده كده حسين السيد عنده برنامج خاص تاهيلي مهم جدا من الجانب البدني، وبرنامج موضوع له من قبل اليخاندرو مخطط الاحمال من الجهاز الفني للنادي الاهلي. وعلى فكره برضو مستر لاسارتي معجب بقدرات حسين السيد، وهو لعيب ايضا مميز جدا جدا، ومن اللعيبه ابناء النادي الاهلي وعنده روح النادي الاهلي، فبالتالي هنشوف الامور هتمشي ازاي. كله هيتأجل او كله هيتم تحديده بشكل كبير جدا في معسكر الفريق في اسبانيا. هنشوف الجهاز الفني هيستقر مين اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين، ومين اللاعبين اللي هيتم اعارتهم، ومين اللاعبين اللي هيتم تسويقهم وباعهم. ده طبيعي، دي سنه الحياه في اي نادي في الدنيا، يعني وارد بيبقى عايز تتعاقد مع لاعبين، والنادي الاهلي في طريقه لانهاء التعاقد مع اكثر من لاعب، في نفس الوقت بتبقى عايز تطلع لاعبين اعاره، عايز تسوق لاعبين، ده طبيعي جدا في اي نادي في الدنيا يعني. فهنشوف المرحله الجايه هامه جدا، غايه في الاهميه لكل لاعبي النادي الاهلي اللي عايزين يثبتوا جدارتهم بالتواجد في القلعه الحمراء وبتيشيرت النادي الاهلي. هيكون عندهم فرصه كبيره جدا خلال معسكر اسبانيا عشان يقنعوا مستر لاسارتي وجهازه المعاون بامكانياتهم وقدراتهم. وفي الحقيقه احنا عندنا كم هائل من لاعبي النادي الاهلي المميزين جدا، لاعبي الفريق مميزين للغايه وعندهم قدرات رائعه جدا، لكن دايما النادي الاهلي بيحاول ان هو يطور من لاعبيه، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يدعم صفوفه بالافضل دائما، لان هو ده النادي الاهلي اللي دايما بيفكر في اي بطوله بيشارك فيها ان هو يفوز بيها بس، لكن اي خساره او مركز ثاني او الكلام ده ما بينفعش مع النادي الاهلي. فبالتالي ان شاء الله نتمنى لحسين السيد كل التوفيق. في المقابل مؤمن زكريا لسه بيعاني من الاصابه بالتواء في الركبه، لسه قدامه شويه مؤمن زكريا، هنشوف الامور بالنسبه له هتمشي ازاي. اعتقد في غضون اسبوع بكتير مؤمن زكريا هيشارك في تدريبات النادي الاهلي بعد التعافي من هذه الاصابه، واكيد هيكون متواجد في المعسكر ايضا. طيب عشان نعرف تفاصيل اكتر عن المباراه الوديه كمان بالتحديد اللي بتقام حاليا في استاد مختار التتش بالنادي الاهلي بالجزيره، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان. شريف مساء الخير عليك. الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طمنا الاخبار ايه عندك يا شريف؟ خليني اقول لك ان المباراه الوديه للاهلي بيستهل اول مبارياته الوديه طبعا استعدادا للموسم الجديد مع فريق المتحده. يمكن النادي الاهلي كان حريص او في علم الكوره اما بتيجي تلعب اول مباراه وديه لازم يكون امام فريق ضعيف علشان ما يحصلكش اصابات، ما يحصلكش اجهاد للاعبتك، ففعلا هم اختاروا فريق اسمه المتحده. يمكن المباراه ستبدا بعد قليل، يمكن بيديرها تحكيميا الحكم طبعا الدولي محمد الحنفي. اللي حبيت اقول لك التشكيل النهارده النادي الاهلي بيبدا في حراسه المرمى. مهم قوي ده. علي لطفي في حراسه المرمى، امامه اربعه. اثنين مساكين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم مواليد 99، على اليمين باسم علي وعلى الشمال علي معلول.
يلي بن دارين هشام محمد وبجانبه الناشئ مواليد 2001 عربي بدر، امامه الثلاثي محمد شريف جونيور عجاييه حسين الشحات، وفي الهجوم عمرو جمال. يمكن تشكيل شفنا فيه عنصرين من الناشئين مواليد 99 متمسك محمد عبد المنعم السردباك، والديفندر عربي بدر متمسك مواليد 2001. يمكن الراجل زي ما قلت لك وقلت لزميلي محمد سعد قبل كده ان الراجل معجب جدا بناشئي نادي الاهلي، وان الفتره المقبله هيبدا يديلهم وهيبدا يعتمد عليهم. وبالفعل النهارده في اول تجربه وديه ليه بيبدا باثنين من القطاع الناشئين المميزين جدا معاه على الدكه طبعا كل الكروت. يمكن قبل بدايه المباراه كان بيتاهل مؤمن، كان بيتاهل حسين، تمرين النهارده لمصطفى شوبير النهارده بينزل بيشارك برده في التمرينات، احمد علاء عصر كاتبه النهارده برده بيتاهل حوالين الملعب. يمكن حالا بدات المباراه الوديه، اول مباراه وديه للنادي الاهلي في بدايه خط مشوار فتره الاعداد. زميلي امير. طيب شريف، الدكه بالنسبه للنادي الاهلي اكيد كل اللاعبين المتاحين ان هم يشاركوا في هذه المباراه متواجدين على الدكه، وهيبقى في تغييرات كتير في الشوط الثاني بالتحديد، صح؟ كله موجود، كله موجود. النجوم موجوده، وبجانب كمان باقي اللاعبين المصعدين من قطاع الناشئين. يمكن الاوراق كلها متاحه لمستر لاسيرتي وباقي جهازه، اي منهم ممكن يلعب في اي وقت. يمكن المباراه ابتدت الان، وزي ما قلت لك هي في بدايه فتره الاعداد، لازم علم الاعداد بيقول كده او علم الكوره بيقول كده، لازم يكون فرقه ضعيفه جدا عشان تقدر تنفذ عليها التكتيك بتاعك، علشان ما يحصلكش اصابات او يحصل اجهاد للاعبي النادي الاهلي او اي فرقه في فتره الاعداد. كويس شريف، اكيد هنتواصل معاك تاني عشان نعرف اخر الجديد بخصوص المباراه الوديه بالنسبه للنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا اخر الاخبار بخصوص مباراه الاهلي وفريق المتحده احدى فرق الدرجه الثالثه، ومباراه وديه في مستهل المباريات الوديه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. التشكيل خلينا اقول لحضراتكم مره ثانيه: علي لطفي حراس المرمى، علي معلول باك ليفت، باسم علي ظهير ايمن، اثنين مساكين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم ناشئ مواليد 99، في نص الملعب هشام محمد وعربي بدر طبعا لاعب مهم جدا بالمناسبه ومواليد 2001، في الامام كل من محمد شريف جونيور اجاي حسين السيد والمهاجم عمرو جمال، عفوا حسين الشحات مش حسين السيد، حسين الشحات باك ليفت، حسين السيد لا عفوا حسين الشحات وينج رايت، وحسين السيد باك ليفت، لكن حسين السيد ما اعتقدش ان هو هيلعب هذه المباراه لانه لسه مش جاهز بنسبه كبيره لخوض المباريات الوديه بشكل عام. طيب دي جزئيه مهمه قوي فيما يخص النادي الاهلي، وده اللي اتكلمنا عليه دلوقتي وطمنا الناس كلها على فريق النادي الاهلي، واكيد لو في اي جديد في المباراه هنقوله لكم. لكن فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني، وكلام كتير دايما على المنتخب الوطني، وطبيعي لان الفتره الحاليه عندك بطوله غايه في الاهميه، بطوله الامم الافريقيه، لكن بالتحديد فيما يتعلق ببعض اللاعبين والحديث عن بعض اللاعبين وانتقاد بعض اللاعبين واهمهم محمد صلاح. كلام كتير قوي على محمد صلاح، انتقادات غريبه بصراحه مش وقتها خالص. لازم نحافظ يا جماعه، لازم نحافظ على اللعيب اللي حيلتنا، اللعيب اللي مشرف مصر في العالم كله، اللعيب اللي قدر يخلي المصريين يفتخروا بيه زي محمد صلاح. واحد جاب لك تشامبيونز ليج، اول لاعب في تاريخ مصر ياخد بطوله دوري ابطال اوروبا، أول لاعب في تاريخ مصر يجيب هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا، أول لاعب في تاريخ مصر ياخد هداف الدوري الإنجليزي الصعب جدا موسمين متتاليين، فبالتالي عمل إنجازات كتير قوي، أحسن لعيب في أفريقيا مرتين ورا بعض، يعني أحسن أو ثالث أحسن لعيب في العالم. كنت تحلم أنت؟ أنت كنت تحلم إن يبقى عندك لعيب مصري ياخد ثالث أحسن لعيب في العالم؟ وممكن ينافس السنه دي كمان لو ان شاء الله ربنا وفقنا وخدنا بطوله الامم الافريقيه، ممكن يكون مرشح بقوه ياخد احسن لعيب في العالم، ياخد البالون دور. ما كناش نحلم بالكلام ده. انتقاد ليه بالنسبه لمحمد صلاح؟ وفيديو قديم بالنسبه له ليه؟ ايه لازمته؟ في وقت زي ده، وقت انت محتاج لكل لاعب، محتاج لتركيز كل لاعب، في انتقادات على المنتخب من حيث الاداء، بتفق معاك جدا. في انتقادات، الاداء مش حلو، اوكي. لكن هي مرحله وعدت وارقامها جيده جدا. لكن المرحله اللي جايه اهم، فبالتالي مش من مصلحتنا كلنا كمصريين ان احنا ننتقد لعيب بعينه، ايا كان بقى محمد صلاح او غير محمد صلاح في المنتخب، مش وقته خالص. لما تخلص البطوله ونشوف النتائج ايه، انتقد يا سيدي براحتك. ممكن تنتقد على نتيجه مباراه او اداء في مباراه، ده حقك عادي قوي، حقك انك تنتقد، حقك انك تتكلم، مفيش مشكله خالص. اتكلم وقول اللي انت عايزه.
لكن تمسك لعيب وتجيب له فيديو قديم من شهرين ثلاثه وبيقول سكول وبيقول منتاليتي وبتاع، يا جدعان عادي، ايه المشكله؟ ايه المشكله لما يقول منتاليتي مثلا، العقليه مثلا، او بيقول العقليه دلوقتي مختلفه؟ هو صغير عقليته ما كانتش زي عقليته دلوقتي. وكلمه سكول، ايه المشكله لما يقول كلمه سكول يعني؟ مدرسه، ايه المشكله يعني؟ ايه الازمه في كده؟ ليه بنحاول نختلق ازمات بالنسبه للاعبينا؟ لواحد زي ده مشرفنا، واحد زي ده فخر للمصريين، واي بني ادم بالمناسبه بيبقى ليه اخطاء. في الحقيقه اي حد ممكن يكون بينتقد محمد صلاح لاسباب زي دي، ممكن تنتقد اداؤه، لازم تنتقد اداؤه لو اداؤه قليل، ما فيهاش اي مشكله. لكن تنتقد امور يعني مش لازمتها خالص دلوقتي او مش وقتها خالص دلوقتي، يبقى مش عايز اقول ان ده ممكن يكون مثلا غيره او حقد من شخصيه معينه او لاعب معين زي محمد صلاح. لا، حاول تبقى زي محمد صلاح، مش قصدي في الكوره، في مجالك، بالعقلية دي، استفاد من العقلية. اسمع محمد صلاح بيتكلم ازاي، طور من نفسه ازاي، بيقرأ قد ايه، كل الامور دي، كل المقومات اللي ساعدت محمد صلاح على النجاح، خدها في حياتك بدل ما تنتقد لاعب زي ده، لاعب مهم زي ده في افريقيا. لا، حاول تطور من نفسك، حاول تشوف انت فاك ايه في حياتك. عايز تبقى لعيب كرة زي محمد صلاح، اطمح واحلم انك تبقى زي محمد صلاح. عايز تبقى اي حاجة في اي مجال تاني، شوف مين انجح حد في المجال ده وحاول توصل له، حاول تبقى زيه، شوف بيعمل ايه واعمل زيه. مش عيب، مش عيب لما انت تطور من نفسك، مش عيب لما يكون عندك حلم تحاول توصل له، لكن العيب ان انت تختلق اخطاء لاشخاص ناجحين جدا. وبالمناسبه احنا من اوائل الناس اللي انتقدنا اداء منتخب مصر، واللي ممكن ننتقد اي لعيب في مصر في المنتخب لو اداؤه سيء. اداء انتقد براحتك، قطع براحتك، تمام، ويبقى نقد بناء، لكن في نفس الوقت ما تحاولش تهبط من معنويات لاعبي منتخب مصر. ليه؟ لان الهدف الفتره الجايه انك تفوز ببطوله الامم الافريقيه، وانت قادر على كده. منتخب مصر قادر جدا ان هو ياخد البطوله، حتى لو المستوى مش حلو، واثقين كل الثقه ان المستوى والاداء هيبقى افضل من كده بكتير جدا جدا، بدايه من دور ال 16 مواجهه جنوب افريقيا. فبالتالي احنا دورنا ايه؟ ان احنا نساند، وهنفضل كل يوم نقول الكلام ده، لازم نساند منتخب مصر، لازم تساند لعيبه منتخب مصر. انت لو وطني ومصري مش هيبقى لازمته خالص انتقاد دلوقتي، هتشوف ايه الامور اللي هتساعد وترفع معنويات اللاعبين وتقولها. احنا عندنا 23 راجل او 22 دلوقتي بعد اصابه جنش، 22 راجل في منتخب مصر واثقين فيهم كل الثقه والدعم ليهم عشان ان شاء الله يجيبوا لنا بطوله الامم الافريقيه. مش وقت تقطيع، مش وقت كلام كتير على بعض اللاعبين ايا كان مين هو اللاعب، مهم جدا ان انت تركز الفتره دي مع منتخب بلدك بس، عشان الحلم بتاعنا يتحقق، وعشان نسترجع هذه البطوله، بطوله الامم الافريقيه، بعد غياب كتير جدا. اعتقد 9 سنين ما خدناش البطوله دي، بعد ما غبنا فتره كبيره 3 دورات متتاليه، والمره اللي فاتت او البطوله اللي فاتت وصلنا النهائي امام الكاميرون وما وفقناش. فبالتالي خلي هدفنا كلنا واحد في مسانده منتخب مصر، تحقيق الحلم المصري بفوز ببطوله الامم الافريقيه، وهي بطوله في الحقيقه صعبه جدا في ظل متواجد مستويات عاليه جدا جدا في بطوله الامم الافريقيه. طيب، ده كان كلام مهم جدا، خلينا نروح بقى نشوف ايه اهم اخبار كان في الجرايد، يلا بينا. الاخبار، مصر مع جنوب افريقيا في دور ال 16 السبت، استراتيجيه جديده لاجري في المنتخب وعلاج الاخطاء وتنشيط الدوافع. الاهرام، الفراعنه والاولاد مواجهه تتجدد بعد عقدين من الزمان على طريق اللقب الثامن، جري يحتوي ازمه احمد علي، وبوريده يحذر ورده من تكرار الخروج عن النص. الجمهوريه، تدريبات خاصه لمنتخبنا على ركلات الترجيح، استعدادات قويه للادوار الاقصائيه، جري يرفض الانتظار وحماس الفراعنه على نار. المساء، جيري يطمئن الجميع، على المنتخب شكل تاني في الدور الثاني، عالجنا الاخطاء، خطه مختلفه لكل منافس، وهدفنا التتويج. الاخبار المسائي، الحسم، الجهاز الفني يجهز لاعبيه فنيا وجلسات تحفيزيه جديده. الشروق، جيري يدرس الدفع بورده على حساب السعيد في الدور ال 16، مكافأة خاصة للاعبي المنتخب عقب التأهل، والهيتا مدرب الأحمال الألماني سيوجد في البطولة فقط.
اليوم السابع صراع محمد صلاح وساديو ماني لا يتوقف. شراكة بين ثنائي ليفربول في صدارة هداف البطولة والكرة الذهبية تشعل المنافسة. الوفد تفاصيل مكالمة صلاح وماني. نجم الفراعنة يهنئ السنغال بالتأهل وينتظر زيارة الأزهر. طيب زي ما حضراتكم خلاص عارفين وتابعتوا كل الامور بالتفاصيل، منتخب مصر هيواجه جنوب افريقيا في دور ال 16 كافضل منتخب في المجموعه الرابعه كثالث للمجموعه. انت كان عندك خيارات يا اما هتلاعب ثالث المجموعه الثالثه او المجموعه الرابعه او المجموعه الخامسه. كينيا النتائج بتاعتها والنقط بتاعتها ما ساعدتهاش ان هو او ان هم يصعدوا للدور المقبل، بالتالي رحت المجموعه الرابعه جنوب افريقيا بالتحديد. مواجهه مش سهله ومواجهه مش صعبه في نفس الوقت. فريق او منتخب عنده تاريخ كبير وعنده قدرات جيده في البطوله، فنيا مش قوي، مش هم دول منتخب جنوب افريقيا، فبالتالي المباراه هتكون مهمه جدا ان شاء الله يوم السبت القادم. مفيش هزار، مفيش هزار في الوقت ده، مستنيين اداء وطبعا النتيجه دي مستنيينها. النتيجه مفيش اي نتيجه تصعدك للدور الجاي غير ان انت تكسب بس، لكن الاداء ايضا هيكون مهم لان دي بدايه مرحله جديده متفائلين بيها جدا 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 مع منتخبنا الوطني المصري مع الجهاز الفني ومع اللاعبين. خلينا نتكلم من جريده الاخبار بتقول ايه. مصر مع جنوب افريقيا في دور ال 16 يوم السبت، استراتيجيه جديده لاجيري في المنتخب وعلاج الاخطاء وتنشيط الدوافع. الاستراتيجيه الجديده ده ممكن يكون شيء مهم قوي ان انت تحاول تشوف شكل جديد، طريقه جديده في تنفيذ المهام. الخطه صعب ان هي تتغير شويه لان انت في نص بطوله، لكن في نفس الوقت حاول تعالج بعض الامور، وده اللي واضح جدا جدا من خلال التدريبات الاخيره لمنتخب مصر تحديدا التدريب امبارح. كلام كان كتير لان المنتخب فعلا امبارح استأنف تدريباته، فاكيد في امور خططيه جديده في طريقه لعب هيتم تطويرها مش تعديلها، وده هيكون شيء مهم قوي بالنسبه لمنتخب مصر عشان نشوف اداء افضل من كده. كمان علاج الاخطاء وتنشيط الدوافع، جزئيه تنشيط الدوافع دي مهمه قوي ان انت في ظل بعض الانتقادات اللي بتوجه لمنتخب مصر انت في نفس الوقت لازم تحاول تحفزهم معنويا بشكل كبير، ولازم يكون في علاج نفسي وذهني بالنسبه لاعبي المنتخب وتنشيط وتجديد للدوافع بالنسبه للمنتخب. الدوافع معروفه، الهدف معروف، الاساسي ايه؟ انك تاخد بطوله الامم الافريقيه. مفيش اكبر واكتر من كده دافع بالنسبه لعيبه منتخب مصر. الدوافع بتتمثل في ايه كمان؟ تتمثل في تواجد الجمهور المصري بغزاره خلال مباراة بطولة الأمم الأفريقية، مباراة منتخب مصر بالتحديد، فبالتالي جمهورك وراك، المصريين كلهم في ظهرك، مش ناقص بس إنك غير إنك تتمتعنا في الملعب وتجيب لنا النتائج اللي إحنا عايزينها وتجيب لنا البطولة إن شاء الله. دي رسالة لكل لاعيبة منتخب مصر وإحنا واثقين فيهم كل ثقة. نروح للأهرام. الأهرام بتتكلم عن الفراعنة والأولاد، مواجهة تتجدد بعد عقدين من الزمان على طريق اللقب الثامن. لو حضراتكم كلكم تفتكروا طبعًا مباراة أو آخر مباراة ما بين مصر وجنوب أفريقيا في بطولة الأمم الأفريقية كان في 1998 لما كسبنا اللقب في النهائي مع جنوب أفريقيا 2-0، هدفي أحمد حسن الهدف الشهير طبعًا لشاط الكرة من بعد نص الملعب بشوية ودخلت جون، وهدف طارق مصطفى نجم الفراعنة في هذا التوقيت وكسبنا الأولاد 2-0. أجيري بيحتوي أزمة أحمد علي، ما فيش أزمة ولا حاجة بالنسبة لأحمد علي بالمناسبة، يعني أحمد علي كان بيطمح إن هو يشارك في المباراة الأخيرة خصوصًا بعد ما ضمان التأهل وما حصلش إنه شارك، لكن في نفس الوقت أحمد علي لعيب مميز وهداف الدوري المصري وأكيد لو المنتخب يحتاجه هيلاقيه بالشكل المطلوب. كمان أبو ريدة بيحذر وردة، ودي قصة خلاص بقى، يعني أكيد وردة مش هيرجع للخطأ ده تاني، يعني لو الراجل أخطأ واللي احنا الناس كلها تبعته مش هنتكلم في الجزئية دي كتير، لكن في نفس الوقت تحذير مهم طبعا من مهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب إن عدم الخروج عن النص ده هيكون شيء مهم قوي بالنسبة لعمرو وردة، وأكيد هو هيتعلم من أخطائه بشكل كبير وموهبة كبيرة عمرو وردة، لكن الالتزام هو أهم حاجة عشان تنجح. عشان تحاول تنجح وتوصل اللي أنت عايزه لازم تكون ملتزم جدا 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 ومركز جدا جدا في شغلك وفي عملك. كل توفيق للمنتخب بشكل كامل. نروح للجمهورية. الجمهورية بتقول تدريبات خاصة لمنتخبنا على ركلات الجزاء، استعدادات قوية للأدوار الإقصائية، أجيري يرفض الانتظار وحماس الفراعنة نار. تدريبات خاصة على ضربات الجزاء ده شيء طبيعي وبديهي جدا لأن أنت مش عارف الظروف إيه، ممكن في أي وقت أو في أي مباراة
تلجأ لضربات الجزاء بعد التعادل سواء السلبي او الايجابي، فبالتالي لازم تتمرن على الجزئيه دي بشكل كويس جدا، لان دي اللي هترجع الكفه في النهايه في حاله التعادل في اي مباراه من المباريات في الادوار الاقصائيه. فحتى لو انت يا سيدي واثق في امكانياتك قوي، لكن في نفس الوقت لازم تتمرن على ضربات الجزاء الترجيحيه عشان ان شاء الله تكون بالنسبه لك فرصه لو وصلت لها تقدر تستغلها وبالتالي تتاهل للادوار المقبله. استعدادات قويه للادوار الاقصائيه وده شيء طبيعي جدا، يعني عموما الاستعدادات كلها قويه جدا بشكل طبيعي وبديهي بالنسبه لمنتخب مصر خلال المرحله الحاليه وخلال الايام الحاليه. احنا النهارده الاربعاء، عندك خميس وجمعه، المباراه يوم السبت القادم ان شاء الله. بكره المران الاساسي بالنسبه لمنتخب مصر واللي هيكون هيبان فيه كل الامور الخاصه بالتشكيل بالطريقه، كل هذه الامور الخاصه بمنتخب مصر خلال مباراه جنوب افريقيا ان شاء الله هتبان خلال مران الغد. وباذن الله باذن الله رجاله منتخب مصر هيكونوا في الموعد وهيقدروا يحققوا حلم المصريين بدايه من دور ال 16 واستكمالا للبطوله حتى الوصول للدور النهائي. نروح للمسا بتقول ايه؟ اجري بيطمئن الجميع، المنتخب بشكل تاني في الدور الثاني وده شيء مهم قوي. لو دي فعلا تصريحات اجري يبقى دي حاجه مميزه قوي، التصريح يبقى كويس وموفق جدا ان هو بيوعد ان احنا هنشوف شكل تاني منتخب مصر. احنا فرحانين بالنتائج طبعا، لكن في نفس الوقت قلقانين من الاداء. هو الراجل بيطمننا من خلال التصريح ده ان الاداء هيكون شكل تاني باذن الله خلال بطوله الامم الافريقيه بالتحديد بدايه من دور ال 16، وبيقول ان احنا عالجنا الاخطاء وخطه مختلفه لكل منافس وده المفروض شيء طبيعي وبديهي جدا جدا، وهدفنا التتويج واحنا كمان مش هنتنازل عن تحقيق هذا الهدف. الاخبار اللامسائي بتقول الحسم، الجهاز الفني يجهز لاعبيه فنيا وجلسات تحفيزيه جديده، الجلسات دي مهمه قوي زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، مهمه قوي ان انت تحاول تحفز اللاعبين بشكل قوي، تتكلم معاهم معنويا بشكل كبير. عندنا قدرات قويه ومميزه جدا في القوام بتاع منتخب مصر، اللعيبه كلهم لعيبه كبيره قوي وده اللي بيخلي الانتقاد يبقى قوي لما نشوفهم وحشين بالمناسبه يعني، لكن امكانيات موجوده، قدرات موجوده، عايزين نشوفها بقى في الملعب، هي دي الجزئيه المهمه جدا، ان انت تجهز اللاعبين فنيا ونفسيا وجلسات تحفيزيه كل ده شيء مهم ومن ضمن الاستعدادات الهامه جدا جدا بالنسبه لمنتخب مصر خلال الايام الحاليه. الشروق بتقول ان اجيري بيدرس الدفع بعمرو ورده على حساب السعيد في دور ال 16، بصراحه عبد الله السعيد مش هو ده عبد الله السعيد اللي شفناه الموسم المنقضي او الموسم الحالي يعني في الدوري المصري، مش دي قدرات عبد الله السعيد اللي نعرفها عنه خالص. عبد الله السعيد للاسف حتى الان مش في مستواه خالص، نتمنى ان هو يعود لمستواه، بالتالي في تفكير طبقا للشروق كتباه في تفكير ان اجيري يدفع بعمرو ورده، بس عمرو ورده بقى له ماتشين ما بيلعبش، ففي نفس الوقت دي برضه هتبقى مشكله بالنسبه لك، هل عمرو ورده هيكون جاهز فنيا للمشاركه في المباراه من بدايتها مثلا؟ ده هيبان من خلال التدريبات، واكتر واحد هيبقى عنده الدرايه الكافيه بامكانيه الدفع بعمرو ورده هو مستر اجيري وجهازه المعاون، لكن هو تفكير وارد ان هو يحصل، وارد ان احنا نتفاجئ ونشوف مين الاثنين في الملعب، عمرو ورده وعبد الله السعيد، واحد فيهم يكون على حساب يا طارق حامد يا النني، الاقرب ممكن يكون النني لان طارق حامد لا غنى عنه في الحقيقه، لاعب مميز جدا جدا جدا، فهنشوف كلها خيارات بالنسبه لمستر اجيري خلال مباراه جنوب افريقيا. مكافاه خاصه للاعبي المنتخب كمان بعد التاهل، وده طبقا للائحه الطبيعيه بالنسبه لمنتخب مصر، 50,000 جنيه لكل لاعب، وخدوا اللي انتوا عايزينه، خدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها، المهم ان احنا ناخد بطوله الامم الافريقيه. لوهيتا مدرب الاحمال، وطبعا احنا عارفين مدرب الاحمال الالماني الجديد خلاص منضم لمعسكر الفراعنه عشان يهتم شويه بالجانب البدني والجانب المتعلق بالاحمال عند منتخب مصر، وبعد اللي احنا لاحظناه كلنا على مدار المباريات السابقه لمنتخب مصر فيما يتعلق بايه؟ فيما يتعلق بهبوط الجانب البدني بالنسبه للاعبين مع نهايه كل مباراه ومع بدايه النص الثاني من الشوط الثاني بالتحديد، بتلاقي اللعيبه مش قادره بصراحه. فمش عيب ان انت تجيب حد، هما جايبين كريس ده مدرب احمال وهيكون متواجد على حسب تصريحات المهندس ايهاب الهيطة ان هو هيكون متواجد بس في المعسكر بتاع المنتخب الخاص ببطوله الامم الافريقيه، لسه بعد البطوله هنشوف الامور هتمشي ازاي، بس نخلص البطوله ونفوز بيها الاول باذن الله. اليوم السابع وبتتكلم في الصراع ما بين محمد صلاح وساديو ماني، وان الصراع ده لا يتوقف خصوصا طبعا الاثنين احنا عارفين نجوم البريمير ليج واثنين هدافين البريمير ليج في الموسم الماضي،
كل واحد جاب 22 هدف في ظل منافسه كبيره جدا، وكلنا كنا دايما بنقول ماني ما بيبصيش لصلاح وبيبقى في فرص كتير ما بيديهاش لصلاح ان هو يحرز اهداف، فبالتالي منافسه طبيعيه جدا ما بينهم حتى لو هم في فريق واحد، ما بالك بقى ان كل واحد في منتخب بلاده، فطبيعي كل واحد عايز ياخد الهداف، كل واحد عايز ياخد البطوله اهم. ليه؟ لان في جوائز فرديه كبيره جدا جدا بعد البطوله دي تتعلق بايه؟ اولا ان انت احسن لاعب في بطوله الامم الافريقيه، اللي هياخد البطوله دي منهم هيبقى احسن لاعب، خلاص الموضوع محسوم لان الاثنين خدوا الشامبيونز ليج، الاثنين هدافين الدوري الانجليزي، صلاح بس بيتفوق على ساديو ماني في الشامبيونز ليج بان هو جاب 5 اهداف، ماني جاب 4 اهداف، بالتالي كمان هيبقى في منافسه قويه جدا على البالون دور هذا الموسم، خصوصا بعد ما خرج ميسي النهارده الصبح من الكوبا امريكا امام البرازيل 2-0، فالفرص بتزيد، كل واحد عنده طموح، كل لعيب عنده طموح، احنا نتمناها دايما لمحمد صلاح نجمنا المصري. نروح للوفد وبرده لسه بيتكلموا على محمد صلاح وساديو ماني، وبيقولوا ان محمد صلاح تواصل مع ساديو ماني هاتفيا وهنأه بالتأهل لدور ال 16، وساديو ماني كان عايز كمان يزور الازهر ومستني ان محمد صلاح يوفي بالوعد بتاعه بعد البطوله. دي كانت اخبار الكان في الصحف، اخبار الكان في المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف. الشروق، الخطيب: العالم يتابع صلاح وماني في كأس الأمم. البوابة سبورت: سامي قمصان: المنتخب قادر على تحقيق اللقب الأفريقي إن شاء الله. اليوم السابع: هاني رمزي: متفائلون بمواجهة جنوب أفريقيا والمرحلة المقبلة لا تعرف المزاح. الفجر الرياضي: الجبلية تصرف مكافآت للمنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا. فيتو: الجري يخصص فقرة للتدريب على ضربات الجزاء. سوبر كورة: الجري يرفض إجراء أي تعديلات على تشكيل المنتخب في مباراة دور ال 16. سبورت 360: نجم جنوب أفريقيا يغيب عن مواجهة مصر. في الجول: مدرب جنوب أفريقيا قادرون على التسبب في مشاكل لمصر. الوطن سبورت أبرزها: 98 5 نهائيات تعود للذاكرة في مواجهات دور ال 16 بأمم إفريقيا. بوابة الأهرام: تعرف على الحكام المرشحين لإدارة مباريات دور ال 16 من كان 2019. يلا كورة: رئيس مدغشقر يتوجه إلى مصر لمساندة منتخبه في كأس أمم إفريقيا. الوفد: الكاميرون يطلب من الكاف تأجيل المغادرة من الإسماعيلية لإسكندرية. الشروق التونسية: الجامعة التونسية لكرة القدم تنهي مهام المعدة الذهني. الصريح التونسية: كان مصر الأخيرة لهذين اللاعبين وأحد نجوم المنتخب يتحسر على فوزي البنزرتي. جوهرة اف ام التونسية: حكام الدور الأول في الكان، تونس في المقدمة في إدارة المباريات. موازيك اف ام التونسية: جون أفريك تكشف رواتب مدربي المنتخبات المشاركة في الكان. الخبر الجزائرية: صراع قطري سعودي من أجل بلايلي. الشباكة الجزائرية: الخضر يصطدمون بالفراعنة في هذه الحالة. النهار الجزائرية: إصابة براهيمي تمنح دولور دورا جديدا مع الخضر. المنتخب المغربية: بوميل يتقمص دور طبيب نفسي لرفع معنويات نجم الأسود. البطولة المغربي: فريق أوروبي يطارد آية بن ناصر ووجهة قد تكون مفاجأة للمغربي. طيب كلام كتير مهم جدا في المواقع فيما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية. خلينا نبتدي بالشروق، وخبر مهم جدا جدا بالتحديد فيما يخص الكابتن محمود الخطيب، واللي صرح من خلال تواصله مع الموقع الرسمي للكاف وحوار كان خاص جدا جدا مع احد سفراء بطولة الأمم الأفريقية 2019 هو الكابتن محمود الخطيب، واللي قال ايه؟ قال: العالم بيتابع محمد صلاح وماني
في كأس الأمم الأفريقية. هو قال كلام كتير جدا في الحقيقة. طيب خلينا نروح نشوف الفيديو ده الخاص بحوار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسفير بطولة الأمم الأفريقية 2019 مع الموقع الرسمي للكاف. نروح نشوف. الحقيقة في أكتر من لاعب، لأن في لاعب كتير جدا على مستوى عالي جدا، لكن يمكن عندنا اتنين لعيبة وصلوا لمرحلة العالم كله اتفرج عليهم، اللي هو ماني وصلاح وماني كويس، والاتنين أبطال أوروبا. أعتقد أن ممكن يكون ليهم دور مع فرقهم، وأعتقد كمان أن الجمهور ممكن يكون حابب أن يكون متابعهم بشكل كبير. والله شوف، يمكن في بطولات عدت علينا الحمد لله، يعني ما تتنسيش، بس مش بس جميلة، جميلة وحزينة كمان. يعني احنا يمكن سنة 74 في مصر، البطولة بالنسبة لنا كانت بطولة مهمة جدا جدا، وكان فريق مصر كان فريق على مستوى عالي قوي، ولكن ظروف ما خدمتش، ومصر كانت كسبانة اعتقد زئير 2-0 سيمي فاينل، وبعدين في 10 دقايق النتيجه اتغيرت بقت 3-2، وكان بالنسبه لنا كلنا كان نوع من انواع الحزن اللي ما نقدرش ننساه. يعني كمان ده 74، كمان 76 في اثيوبيا، كان برضو السيمي فاينل مصر ونيجيريا، يمكن من الاجوال الحلوه اللي انا بحبها قوي، كان ليا جون في نيجيريا من الاجوال اللي انا حاببها جدا، وبرضو كنا بنلعب المركز الثالث والرابع، وقبل المركز الثالث والرابع كنا بنلعب الجزائر، والجزائر مصر والجزائر فرقتين كبار جدا، برضه مصر كسبانه 2-0، ودي برضه المفارقات العجيبه يعني، والمباراه تخرج نهايه ضربات جزاء اخر برضه 10 دقائق تتغير، وكان ليا برضه جول في الجزائر ما اقدرش ان انساه، الجول الحلو قوي. الثالث والرابع نفس الجول في نيجيريا، برضه من الاجوال اللي انا بحبها جدا. المباراة البطولة بقى اللي مليانة حقيقة فرح وسعادة وما نقدرش ننساها، البطولة في مصر سنة 86 والنهائي مع كاميرون وضربات جزاء، وبرضو دي يمكن قبل المباراة وتخلص بربع ساعة كده كان جالي شد في العضلة الخلفية وكملت المباراة. بعد المباراة لقيت ما قدرتش ألعب ضربات الجزاء أساسا، لأن كان طبعا رجلية كانت وقفت خالص، وكان في عندي زي نوع من أنواع ال يعني عرفت لما تحس ان حاجه دم كبير كتير جدا المجلد ده خلف الخلفيه كلها بتاعتي يعني، لكن الفوز بالبطوله، سعاده الجماهير المصريه كلها او الشعب المصري كله، خلنا السنة كلنا اي اصابات او اي حاجه، فدي يمكن الحاجات اللي انا على مستوى الدول يعني. اما على مستوى الافريقي بقى كانديه في حاجات تانية كتير. والله شوف، كان زمان وانا صغير كنت بحب جدا بلي كويس، وكنت بحوش مصروفي واروح مثلا كل اسبوع كان في فيلمين كده في السينما اوبرا، وفي بينهم ربع ساعه لبلي، فانا بحوش المصروف بتاعي واروح كل اسبوع اتفرج على الربع ساعه دي وامشي. فكنت الحقيقه كنت معجب جدا ببلي، وكان من الحقيقه الافزاز اللي هم مروا في تاريخ الكوره في العالم يعني. لا تطورت كتير جدا، تطورت في كل حاجه الحقيقه، تطورت في يمكن المواهب موجوده طول عمرها، لكن امكانيات الكره نفسها، اللبس، الملاعب، يعني الاسلوب، تشجيع الجمهور، لا في تطور كبير جدا جدا. اهمها البنيه التحتيه، اهمها الادوات المساعده لكره القدم، لكن الموهبه موجوده، موجوده زمان، موجوده دلوقتي، ايا كان المواهب. مثلا زمان يعني مع الامكانيات المحدوده، لكن تحس ان كان في زي ما قلت لك دي اجيال كبيره جدا، يعني لما بنتكلم على نيجيريا ولا كاميرون ولا مصر ولا غانا، غانا طبعا لعيبه كره، سنغال، كوت ديفوار، يعني بنتكلم على اجيال كبيره جدا جدا مرت في عصور الكره كمواهب ما زالت موجوده كويس، لكن التطور المالي والتطور الفني، الفني في التكنيك مش الكرة، فني في التصوير والإخراج والكاميرات ده أعتقد ده ساعد اللعبة أنها تبقى شكل يعني أفضل.
شوف يعني الحمد لله في استادات كتير يعني، لكن في استاد ما اقدرش انساه اللي هي اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي سنه 82 في كوماسي في غانا في كتو يعني مع كتوكو. الملعب مش بتكلم برضو امكانيات، احنا بنتكلم في 82 يعني مش امكانيات الملعب اللي هو حلو قوي، لا ملعب العكس، الملعب ما كانش يعني كان فيه لسه شويه تراب في نجيله طبعا وكل حاجه، بس ما كانش بالمستوى اللي احنا شايفينه دلوقتي ده او الامكانيات اللي بتواجد دلوقتي. ولكن ما اقدرش انسى البطوله دي او لان احنا كنا في مصر المباراه الاولى في مصر وكنا النادي الاهلي كان كسبان 3-0، رحنا هناك احنا قلقانين جدا مع ان النتيجه كبيره يعني، لكن قلقانين ليه؟ لان الماتش اللي في مصر دوت المباراه اللي في مصر دي المباراه دي كانت مباراه المفروض نتيجتها مثلا 8-4 من كتر ما الفرقتين عملوا يعني عملوا جيم هايل، لعيبه مستواهم عالي جدا جدا بتوع كوتوكو، عشان كده احنا خلصنا الماتش ما كناش فرحانين لان احنا لسه الماتش الثاني هناك. قلقانين جدا كنا قلقانين طبعا الحمد لله رب العالمين، بس كان في قلق من المستوى اللي احنا شفناه في مصر. رحنا هناك الملعب اكتر من 90,000 متفرج في الملعب، اجواء اللعب واجواء مش ممكن انسى الملعب دوت. رئيس الجمهوريه نزل بطياره هليكوبتر كده في وسط الملعب قبل المباراه على طول، الجمهور متحمس جدا جدا لدرجه ان الجمهور قبل المباراه كمان بليله كانوا كلهم بايتين حوالين الاوتيل، ففي اجواء ما تروحش من بالنا يعني. اول 10 دقائق في المباراه دي دخل فينا جول لدرجه ان اللعيبه كلها واقفه يعني مذهوله من الاجواء دي يعني. فبدينا بقى الناس اللي عندها خبرات شويه في الفرقه ابتدت تفوق زي اللعيبه الحمد لله من الاجوال اللي انا يعني سعدت بيها جدا. قبل المباراه بحوالي 3 ساعه يمكن او 25 دقيقه تعادلنا بجول برضو من الاجوال اللي انا يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. ساعتها اطمنت ان الكاس حتى زمايلي ما اقدرش انسى الكلام ده، بعد ما جبت الجول زمايلي ما حدش جالي يعني، ما حدش ولا الحكم صفر ولا انا سامع تصفيرات الحكم ولا زمايلي حد يجي يعني يهنيني يعني او نهني بعض يعني. لقيت كل اللعيبه طلعت على الكاس، الكاس كان في المقصوره، فكل اللعيبه راح ثابت الملعب وراحت الكاس. فهو ده كان ساعتها اول كاس افريقيا ناخده، وبالنسبه لنا كان بالنسبه لي كان الملعب ده رغم ان هو مثير جدا 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 يعني، والحقيقه برضو درجه الامان فيه مش قوي، لان الماتش اللي بعديها برضو كان حصل الناس نزلت الملعب وكان في حصل مشاكل كتيره، لكن ملعب كوماسي ما يتنسيش. وكره غانا، غانا كلها مواهب في الكوره يعني. كتير جدا كان مهم في حوار الكابتن محمود الخطيب مع الموقع الرسمي للكاف، واتكلم بشكل كبير جدا على ذكرياته على في افريقيا بشكل عام، سواء ذكريات كانت رائعه وجميله او ذكريات حزينه، وده شيء طبيعي جدا وارد ان يكون في ذكريات اهداف وامور كتير جدا جدا اتكلم فيها. هو رمز في الحقيقه كبير قوي قوي قوي، سواء للنادي الاهلي، لمصر، لافريقيا بشكل عام، لما لا وهو سفير بطوله الامم الافريقيه 2019 الكابتن الكبير جدا كابتن محمود الخطيب. هو اتكلم على جون كوتوكو وعلق عليه بشكل كبير، والجون ده طبعا احنا شفناه، انا عن نفسي شفته بالعاده، انا ما كنتش لسه اتولدت يعني، لكن مصر كلها وكل الناس عارفين الجون ده لانه كان هدف رائع ومميز جدا من الكابتن محمود الخطيب، وكان فيه مهاره اكثر من رائعه من لعيب بحجم الكابتن محمود الخطيب. يعني كلام كان مهم وكلام كان كتير جدا من احد رموز الكره المصريه مع الموقع الرسمي للكاف. خلينا نروح لاخبار اخرى، وفيما يتعلق ببوابه سبورت بالتحديد عايز اتكلم على بوابه سبورت وتصريح الكابتن سامي قمصان اللي قال ان المنتخب قادر على تحقيق اللقب الافريقي. وفي الحقيقه زي ما الكابتن سامي قمصان كده مدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الاهلي تطرق لبطوله الامم الافريقيه في تصريحات ليه، وقال ان احنا قادرين ان احنا ناخد البطوله وكلنا واثقين كل الثقه في منتخب مصر ان هو ان شاء الله يقدر يجيب لنا اللقب. ورغم سوء الاداء، رغم عدم التوفيق ان احنا نشوف اداء جيد من منتخب مصر، لكن النتائج والارقام جيده، ودي حقيقه، ارقام ونتائج كويسين، لكن في نفس الوقت باذن الله منتظرين الاداء في دور ال 16 بالاضافه للنتيجه طبعا. فان شاء الله باذن الله زي ما قال كده الكابتن سامي قمصان المنتخب قادر بشكل كبير جدا على تحقيق اللقب الافريقي. نروح لليوم السابع، تصريحات للكابتن هاني رمزي المدرب العام في الجهاز الفني لمنتخب مصر، بيقول ايه؟ متفائلون بمواجهه جنوب افريقيا والمرحله المقبله لا تعرف المزاح، مفيش هزار طبعا. خلاص اللي جاي مفيش هزار، تخسر لا قدر الله تخرج بره، تكسب تتاهل باذن الله.
فبالتالي التفاؤل مهم، وزي ما قال كده الكابتن هاني رمزي متفائلين بجنوب افريقيا وبهذه المباراه، مباراه مهمه جدا جدا طبعا، اهميتها بتكمن في ان انت هتتاهل ان شاء الله للدور الثمانيه، وبعد كده هتقابل مين بقى؟ هتقابل يا كاميرون يا نيجيريا، يعني مباراة هتبقى غايه في الصعوبه في دور الثمانيه. لكن مهم بس نعدي الاول ايه خطوه خطوه كده، ناخدها واحده واحده باذن الله، نعدي دور ال 16 نروح لدور الثمانيه باذن الله قادرين ان احنا نكسب سواء الكاميرون او نيجيريا. في طريقك مين؟ الجزائر قبل النهائي، دي بقى المباراه اللي ممكن نقف عندها وما يبقاش فيها توقعات. منتخبين كبار، الجزائر منتخب عامل بطوله اكثر من رائعه، ومنتخب مصر منتخب قوي بيلعب على ارضه ووسط جمهوره، هتبقى مباراه ناريه جدا. اتمنى تاهل المنتخبين لي قبل النهائي ان شاء الله. نروح لفيتو، وبتقول ان اجيري بيخصص فتره او فقره للتدريب على ضربات الجزاء، وده احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم، شيء اكيد مهم قوي قوي ان انت تمرن لعيبتك على ضربات الجزاء، عشان دي قد ترجح الكفة بالنسبة لمنتخب مصر في أي مباراة من مباريات في الأدوار الإقصائية إن شاء الله. سوبر كورة بتقول إيه؟ أجيري بيرفض إجراء أي تعديلات على تشكيل المنتخب في مباراة دور الـ 16، ودي وجهة نظر برضو، وصعب إن أنت برضو تعدل في التشكيل. الأهم إن أنت حتى لو مش هتعدل في التشكيل إن إحنا نشوف شكل كويس لمنتخب مصر في الملعب، هو ده الأهم. عايز تعدل في التشكيل عدل، عايز تخلي التشكيل زي ما هو خليه زي ما هو، دي وجهة نظرك أنت مستر أجيري ورؤيتك، وإحنا بنحترمها وبنقدرها جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت اعمل اللي أنت عايزه، المهم إن إحنا نطمن شوية على المنتخب، عايزين زيادة في الإطمئنان على المنتخب. الأرقام كويسة والنتائج كويسة، ما نقدرش ننكر الكلام ده خالص يعني، لكن في نفس الوقت إحنا عايزين نطمن بشكل كبير جدا على منتخب مصر. نروح بقى لتصريحات من جنوب افريقيا بتحديد سبورت 360، واللي بتقول تصريحات او بتقول خبر خاص بنجم جنوب افريقيا ان هو هيغيب عن مواجهه مصر. مين هو النجم ده؟ زواني، نجم سان داونز الجنوب افريقي كلنا عارفينه طبعا، لاعب وامهر وابرز لاعبي جنوب افريقيا في الحقيقه، وغيابه عن مواجهه منتخب مصر بسبب الايقاف وحصوله على انذارين، فبالتالي مش هيكون متواجد في مباراه دور 16. الحمد لله ان هو مش هيكون متواجد في الحقيقه، لان اللعيب عنده سرعات فائقه، عنده مهارات عاليه جدا جدا جدا، فدي ميزه بصراحه بالنسبه لنا وحاجه ايجابيه بالنسبه لمنتخب مصر، وسلبيه في المقابل بالنسبه لجنوب افريقيا ان هو مش هيلعب زواني هذا اللاعب والمهاجم المميز جدا، وبيجيد اللعب في الجزء الامامي كله، صانع العاب تلاقيه، مهاجم تلاقيه، وينج رايت او ليفت تلاقيه، فلاعب مميز. الحمد لله ان هو مش هيلعب مباراه مصر وجنوب افريقيا للايقاف. نروح بقى اللي في الجول وتصريحات لستيوارت باكستر المدير الفني الاسكتلندي لجنوب افريقيا، وقال ايه؟ قادرون على التسبب في مشاكل لمصر. اكيد عنده استراتيجيه معينه، عنده سياسه معينه هيلعب بيها مباراه مصر، وخصوصا ان هي بالنسبه له مباراه صعبه جدا في ظل الاداء السيء، مش للمنتخب بقى، لا لجنوب افريقيا نفسهم. منتخب عمل البطوله جاب 3 نقط بس تقريبا في البطوله، خسر الماتشين التانيين، فمش هو ده منتخب جنوب افريقيا اللي نعرفه يعني. ففي نفس الوقت هو هيبقى عنده تفكير معين بمباراه هيلعبها مع صاحب الملعب والجمهور اللي هيكون موجود، فهيبقى في استراتيجيه، هيبقى في سيناريو اكيد هو رسمه للمباراه دي. نتمنى ان هو ما يكونش موفق خالص في اداره المباراه، نتمنى ان التوفيق كالعاده زي الفتره الاخيره كده يكون حليف منتخب مصر في مباراه جنوب افريقيا باذن الله. نروح للوطن سبورت، وبتقول ايه؟ بتقول 5 نهائيات تعود للذاكره في مواجهات دور ال 16 بامم افريقيا، ابرزهم طبعا 98 نهائي مصر وجنوب افريقيا واللي كسبنا فيه 2-0 زي ما قلت لحضراتكم بهدفي احمد حسن وطارق مصطفى في هذا التوقيت. في كمان نهائيات عديده في دور ال 16، يعني منتخبين لعبوا بعض في نهائي البطوله قبل كده هيواجهوا بعض في دور ال 16، زي مثلا مين؟ تونس وغانا هيلعبوا مع بعض في دور ال 16، هم لعبوا بعض في نهائي بطوله الامم الافريقيه 1965 وانتهت بفوز منتخب غانا 3-2، طبعا ده هدف الكابتن احمد حسن نجم الفراعنه في هذا التوقيت ولحد وقت قريب، طبعا جاب جون حلو جدا، وده هدف طارق مصطفى، ودول نجوم منتخب مصر اللي قدروا ان هم يجيبوا اللقب الرابع في تاريخ مصر من حيث بطولات الامم الافريقيه، وبطولة كلنا ما ننساهاش. وكان في تشاؤم بالمناسبة كان في تشاؤم كبير قوي قوي بالمنتخب ده، وقلنا المنتخب ده هيروح هياخد المركز ال 13 ساعتها، كانوا 13 منتخب تقريبا اللي شاركوا يعني، عم بتذكر يعني كان المركز الأخير يعني. فبالتالي قدر المنتخب ان هو يفوز باللقب في ظل النبرة التشاؤمية الكبيرة في الشارع الرياضي المصري، في الإعلام المصري، في كل حاجة، الناس كلها كانت قايلة هيروح يعملوا إيه؟ هيخسروا. الحمد لله راحوا جابوا لنا اللقب.
الكلام دي بعض الاهداف كمان من هذه البطوله، بطوله 98 يعني بطوله كبيره جدا تالق فيها حسام حسن احد اساطير الكره المصريه، كان هداف البطوله 7 اهداف مع مكارسي نجم جنوب افريقيا في هذا التوقيت. هاني رمزي نجوم كبيره جدا جدا كانت في المنتخب، وحازم امام طبعا كان لاعب كبير جدا واحد ابرز لاعبي هذه البطوله بالمناسبه، كان الكابتن حازم امام والكابتن محمود الجوهري اسطوره التدريب في مصر طبعا ربنا يرحمه اللي جاب لنا اللقب ده واللي اهلنا لكاس العالم 90 وعمل انجازات كبيره جدا جدا مع الكره المصريه. نتمنى تكرار هذا المشهد، نتمنى ان شاء الله نتكرر السنه دي. من ضمن برضو المباريات قلت لحضراتكم تونس وغانا هيتقابلوا في دور ال 16 ولعبوا مع بعض قبل كده في نهائي بطوله الامم الافريقيه خلص 3-2 كان في 65 لغانا. نيجيريا والكاميرون لعبوا بعض اكتر من مره 3 مرات في نهائي بطوله الامم الافريقيه، مرة كان في 84 والكاميرون كسبت 3-1، مرة كان في 88 والكاميرون كسبت 1-0، مرة كان في 2000 والكاميرون كسبت 4-0 بركلات الترجيح بعد ما كانوا متعادلين في الوقت الأصلي 2-2. برضو دي من ضمن المواجهات اللي هنشوفها تعتبر نهائي في بطولة الأمم الأفريقية في دور ال 16 ما بين نيجيريا والكاميرون، منتخبين كبار جدا جدا في أفريقيا. طيب من ضمن الأخبار برضو خلينا نروح ليلا كورة، واللي بتقول إن رئيس مدغشقر هيتوجه لمصر لمساندة منتخبه في كأس أفريقيا. السيد أندري راجولينا الرئيس لدولة مدغشقر هيكون أو هيوصل ويأذن منتخب بلاده اللي بيشارك لأول مرة في هذه البطولة، وفي نفس الوقت مع مشاركتهم لأول مرة بيصعدوا أول مجموعة بيتغلبوا على مين؟ بيتغلبوا على نيجيريا 2-0 في أول مشاركة لهم. في الحقيقة منتخب مدغشقر بطولة أكثر من رائعة، هو الحصان الأسود فعلا في البطولة، أداء كويس جدا، كسبوا ماتشين وتعادلوا ماتش، فكانت مفاجأة بصراحة بالنسبة لمنتخب مدغشقر. الراجل هيجي رئيس مدغشقر وهيجي يأزر المنتخب بتاعه، وكمان هيبقى في عدد من الجماهير في طيارة لاحقة بعد الرئيس، حوالي 40 مشجع هيجوا يرافقوا أو يدعموا المنتخب الملجاشي في مباراته في دور ال 16 بالتحديد مع الكونغو إن شاء الله. نروح للشروق التونسية، كلام كتير قوي على تونس. تونس للأسف، خلينا أقرأ الخبر الأول. جماعة تونسية لكرة القدم تنهي مهام المعد الذهني. لما نيجي نتكلم عن الأداء في البطولة، لو هنتكلم على أداء وأفضل أو أسوأ أداء للمنتخبات اللي تأهلت للدور 16، هتلاقي المنتخب التونسي بعد كده منتخب مصر، يعني أسوأ أداء فعلا المنتخب التونسي للأسف الشديد. منتخب كبير نتائجه قبل البطولة في المباريات الودية وأبرزهم مباراة مين؟ كرواتيا وصيف كأس العالم، كسبانين 2-1 هناك في كرواتيا، والأمال كانت كبيرة جدا على المنتخب ده، وللأسف بنشوف المنتخب التونسي بأداء سيء قوي ولا فوز حتى الآن. ما خسروش بس ما كسبوش ولا ماتش، جايبين جونين بس في البطولة، فحاجة غير متوقعة إطلاقا بالنسبة للمنتخب التونسي. نتمنى له التوفيق بإذن الله في المرحلة اللي جاية، ونتمنى له ان احنا نشوف افضل من كده بكتير جدا للمنتخب التونسي. بالتالي مع الاداء السيء بيبقى فيه مشاكل كتير. الاتحاد التونسي لكره القدم بينهي مهام المعد الذهني اللي هو الفرنسي دافيد مارسيل، وده بسبب ايه؟ عدم قيامه بمهامه بشكل جيد، وكمان لتدخله في الجوانب الفنيه الخاصه بالان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي، فبالتالي انهوا مهامه مع المنتخب التونسي بشكل رسمي. في نفس السياق ومن الصريح التونسية بتقول إيه؟ إن كان مصر هيكون آخر كان لاثنين من اللعيبة والنجوم الكبار في تونس، وبعض اللاعبين كمان بيتحسروا على فوزي البنزرتي، وهو ده المدير الفني السابق. وفوزي البنزرتي طبعا أحد أبرز المدربين على الإطلاق، يعني مدرب كبير جدا مميز جدا رحل على المنتخب التونسي. بعض اللاعبين على حسب اللي قايلينه الصريح التونسية إن في بعض اللاعبين بيتحسروا، بيقولوا لو البنزرتي كان موجود معانا دلوقتي كان زماننا هيبقى افضل من كده بكتير. وده بيدل ان في مشاكل في صفوف المنتخب التونسي مع الان جريس، مشاكل كتير جدا وبتبان مع النتائج السلبيه وبتبان مع الاداء السيء قوي. في نفس الامر فيما يتعلق بالاثنين لعيبه اللي ممكن خلاص تكون دي اخر بطوله ليهم مع المنتخب التونسي واخر مباريات ليهم مع المنتخب التونسي، يوسف المساكني نجم المنتخب التونسي وكمان ديلان براون نجم المنتخب التونسي، وان احتمال كبير جدا ان هم يعتزلوا دوليا بعد هذا او هذه البطوله. طيب خلينا سريعا نروح لمواذيك اف ام التونسيه، هذه الاذاعه الشهيره واللي بتقول ان تم الكشف على رواتب مدربي المنتخبات المشاركه في الكان. خليني اقول لكم ان اعلى مرتب في الكان لمدير فني عند مين؟ عند
أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بياخد 108,000 يورو، وبعديه سيدورف وكلويفرت طبعا مدربي منتخب الكاميروني بياخدوا 96,000 يورو، ورينارد مدرب المنتخب المغربي بياخد 80,000 يورو، باكستر مدرب جنوب افريقيا بياخد 62,000 يورو. اخر مدرب خالص واقل مرتب خالص هتتفاجئوا بيه وهو خاص بيه اوليفييه نيونجينكو مدير الفني لبروندي بياخد كام؟ 450 يورو بس، يعني حوالي 7000 جنيه او 7000 جنيه وشويه مصري في الشهر، يعني مرتب قليل جدا لمدير فني للمنتخب بيلعب في بطوله الامم الافريقيه. يعني دي كانت بعض الارقام والاحصائيات. يعني خلينا نروح للخبر الجزائريه اللي بتتكلم عن ان في صراع قوي جدا، صراع قطري سعودي من اجل بلايلي. بلايلي طبعا كلنا عارفينه نجم الترجي التونسي ونجم المنتخب الجزائري، جاي له عرض من الهلال السعودي وجاي له عرض من السد القطري والدحيل القطري في اتجاه في اداره الترجي التونسي ان هم يبيعوا اللاعب، لعيب مميز جدا وصراحه هيكون عليه قوي جدا خلال فتره الانتقالات الحاليه. الشباك الجزائريه بتقول ان الخضر يصطدمون بالفراعنه في هذه الحاله، الحاله ان لو الفرقتين وصلوا او المنتخبين وصلوا للنصف النهائي. النهار الجزائريه بتقول ان اصابه ابراهيمي بتمنح دولور دورا جديدا مع الخضر، واحنا عارفين ياسين ابراهيمي عنده اصابه مش هيقدر ان هو يلعب المباراه القادمه في دور ال 16 بالتحديد، فبالتالي عندهم اندي دولور ده لاعب مميز جدا بينضم للمنتخب الجزائري تقريبا لاول مره يعني في بطوله الامم الافريقيه، واعتقد ان هو كمان فرنسي الجنسيه، فبالتالي هيكون ليه دور كبير خلال المباراه القادمه بالتحديد. المنتخب المغربيه بتقول ايه؟ بتقول ان بوميل يتقمص دور طبيب نفسي لرفع معنويات نجم الاسود. مين هو نجم الاسود؟ حكيم زياش. حكيم زياش حتى الان في البطوله لم يظهر بامكانياته التي ظهر عليها في الشامبيونز ليج، فبالتالي باتريس بوميل مدرب المساعد لهيرفي رينارد بيحاول يتكلم معاه نفسيا كتير جدا ويحاول يهيئه نفسيا للفتره اللي جايه وبيحاول يرجع ثقته في نفسه. هو لعيب مميز وبيعمل مباريات جيده لكن عنده افضل من كده بكتير بالنسبه لحكيم زياش، لو في مستواه هيفرق بشكل اكبر من كده بكتير مع المنتخب المغربي. اخر خبر معانا البطوله المغربي وبيقول ان في فريق اوروبي بيطارد اياد بن ناصر ووجهه قد تكون مفاجاه للمغربي. لاعب موناكو طبعا اياد بن ناصر جاي له عرض من اولمبياكوس اليوناني وجاي له بعض العروض من الدوري الفرنسي ومن الدوري الاسباني، فبالتالي ثمنه هيكون بيتراوح ما بين 10 او 11 مليون يورو، هيبان كل الكلام ده خلال فتره الانتقالات الحاليه. طيب يعني دي كانت ابرز واهم الاخبار الخاصه بالكان في المواقع. بالمناسبه سيرجيو راموس اللي كان الكلام عليه كتير قوي قوي السنه اللي فاتت بعد النهائي مع ليفربول، ريال مدريد وليفربول انتهى فوز ريال مدريد 3-1 والاصابه الشهيره لمحمد صلاح بسبب واللي تسبب فيها سيرجيو راموس، انتقادات كانت كبيره جدا لراموس، المصريين بعتوا له رسائل كتير على الواتساب وحتى قفل الواتساب وطلع اتكلم كلام من ده. دي لقطات لسيرجيو راموس وهو متواجد فين؟ في مصر في الغردقه بيقضي الهانيمون شهر العسل بتاعه مع زوجته في الغردقه، وده الاستقبال الحافل الطبيعي من كل المصريين، الحفاوه في الاستقبال ده شيء طبيعي جدا. لقطات مهمه جدا جدا لنجم من نجوم المنتخب الاسباني ومن ابرز النجوم في العالم ونجم من نجوم ريال مدريد سيرجيو راموس. طبعا برضو ايا كان يا راموس ما حدش هينسى لك اللي عملته مع محمد صلاح، يعني ما حدش بينسى، لكن المهم ان اكيد مرحب بيه في مصر وان شاء الله يتمتع بالاقامه في مصر. طيب دي كانت أهم وأبرز الأخبار، هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل فقرة حوارية هامة جدا جدا مع مين؟ مع الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم بتفاصيل أكتر فيما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الاستوديو في هذه اللحظات الاستاذ الكبير الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ محمد منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا استاذ امير واهلا بالساده المشاهدين، طبعا كل سنه وانتم طيبين. وقربنا خلاص على الجده. داخلين على الجده مفيش هزار. الجد مفيش هزار. لا لا خالص. طب بما اننا اتكلمنا وابتدينا بقى على الجد، شايف المرحله ازاي اللي جايه ازاي بالنسبه لمنتخب مصر وفيما يتعلق بمباراه دور 16 مع جنوب افريقيا، وهل شايف ان المنتخب الجنوب افريقي في المتناول نسبيا بالنسبه لمنتخب مصر، وهل هو على نفس المستوى المنتخبات اللي احنا لعبناهم في الدور الاول؟ الحقيقه طبعا طبقا للنتائج والارقام هي طبعا مصر الافضل.
تمام. لكن طبعا في منشط يمكن عجبني الاستاذ محمد الأوسي كان كاتبه، مصر الافضل نتائج والأسوأ اداء. ده هيخلينا نحط ايدينا على قلوبنا بالنسبه لل نقلق كتير، رغم ان يعني رغم كلين شيت، ثلاث فوز متتالي، ارقام قياسيه، ولكن الاداء، هل هنصمد امام سوء الاداء في المباريات اللي جايه، وخصوصا المباريات اللي جايه كلها نوك اوت، الفائز مولود والخاسر مفقود، هل هنصمد، هل هنتحمل هذا الضغط الرهيب من لاعبي المنافسين؟ عايز اقول لك ان كل حتى اللي خرجوا الثمان فرق اللي خرجت من الادوار الاولى كلهم بيلعبوا اوبن جيم، بيلعبوا جيم مفتوح، ظهروا باداء متميز. مش معنى كده ان كل اللي لعب في اوبن جيم خرج، لا بالعكس، يعني يمكن 23 منتخب على مستوى البطوله كله بيلعب بشكل مفتوح. ياتي في المقام الثاني مباشره المنتخبات العربيه، الكره العربيه على راسها مصر بتلعب بشكل متحفظ، ولكن على عكس فريق المنتخب المغربي، على عكس المنتخب الجزائري، وان كان في تشابه في التهديف من خلال الاشواط ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب الوطني، احنا سجلنا الخمس اهداف كلهم في الشوط الاول، المنتخب الجزائري سجل ست اهداف، خمسه منهم في الشوط الاول، اذا هنا في تشابه ما بين عمليه التسجيل في المنتخبات العربيه بالذات يعني. في التوقيتات. لكن انا شايف ان المنتخب هيتعامل في المباريات القادمه ابتداء من مباراه جنوب افريقيا بمبدا انت لازم تكسب، وتكسب بفوز مبكر، تستغل ضربه البدايه، وتستغل ان انت بتسجل في الشوط الاول، وخصوصا ان انت لما بتدافع عندك اصرار، عندك اصرار وعزيمه التخطي الدور ما بعد الدور، طبعا مسانده جماهيريه غير مسبوقه، مسانده المسؤولين، وخصوصا ان في مش تهديد رسمي، انا بتكلم على تهديد معنوي، ان 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 الخروج المبكر هيتبعه قرارات مهمه جدا جدا، قرارات مصيريه. ما نتمناش الخروج المبكر بالظبط، ده اللي احنا ما نتمناش، يعني اصلا مين هيعوضنا حتى لو في قرارات مصيريه، حتى مفيش حاجه هتعوضنا عن الخروج المبكر. وكويس ان احنا عن فقدان اللقب بشكل عام، مش الخروج المبكر بس، طبعاً. اللقب هو الاهم. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن اللي مطمنونا شويه بعد الشيء في الوسط الرياضي والشارع الرياضي، ان في منتخبات كده في حاجه اسمها الكعب العالي، في حاجه اسمها ان فرقه كعب عالي على فرقه ثانيه او منتخب على منتخب، يعني من بينها جنوب افريقيا. احنا برضو ده لا يدعو ان احنا نحط نبقى متفائلين قوي زياده عن اللزوم، لا، احنا عندنا جنوب افريقيا، عندنا في منتخبات كده لما بنحس ان احنا اللعيبه بنحس ان احنا هنكسب بنتفائل، يعني زي جنوب افريقيا، الكاميرون، كوت ديفوار، لكن تعبنا علي عليهم شويه. بالظبط، وده مش بيبقى مقياس طبعا. لا، ما نتكلمش عن المقياس، لا، بس بيديك بعض من الثقه، وانت محتاج الثقه في هذا التوقيت بالذات يعني. اما جنوب افريقيا يمكن مش في حالتها المعتاده المعروف عنها في الفتره السابقه يعني. جنوب افريقيا دايما بيعلى رتمها وبيعلى ادائها مع الادوار التاليه، وده برضو اللي يقلقك بعض الشيء، واللي مش يخوفك، اللي يقلقك بعض الشيء او تعمل له حساب ان الفرقه دي مع الادوار التاليه بتكون خدت على الجو، على الجو الكروي، على المناخ، على ان بيبقى فيه انسجام اكتر، وخصوصا ان هم برضو متجمعين بشكل متاخر، ما عملوش معسكر طويل المدى، ما تجمعوش بقالهم فتره كبيره، ويمكن المباريات هي اللي ساعدتهم على ان يتعمل منتخب منسجم مع الوقت. لا، انا شايف ان شاء الله مصر قادره على تخطي هذا الدور، وان شاء الله نتخطى الدور بعد الدور حتى نصل للنهائي باذن الله. مطلوب ايه من منتخب مصر في ظل الانتقادات المنطقيه؟ خلينا ناكد ان هي انتقادات فعلا منطقيه على المنتخب الوطني المصري فيما يتعلق بالاداء بالتحديد. النتائج كويسه، الارقام كويسه، لكن الاداء هو علامات استفهام كتيره جدا على اداء منتخب مصر. ايه المطلوب بقى المرحله اللي جايه عشان يتم تعديل هذا الاداء ويظهر المنتخب المصري بالشكل اللي بيتوقعه بيتمناه كل فرد ومواطن مصري بيتابع البطوله؟ طبعا اول حاجه التركيز. كويس.
عامل تركيز مهم جدا جدا، تركيز في انك انت تنفذ خطه الجهاز الفني. سواء هتلعب بقى مستغل ضربه البدايه والضغط العالي من بدايه المباراه، او هتلعب متحفز، او هتلعب زون ديفنس وهكذا. المهم انك انت تركز قوي في خطه المدرب، في تنفيذها يعني. في تنفيذها لازم يكون اولا الجو العام للمعسكر، لازم تهيئ كل مناحي التركيز في المعسكر، كل ما يدعو الى التشويش وعدم التركيز لابد من طرده تماما. لابد من اداره المنتخب انها تمنع اي شخص دخيل ان هو يخش على المعسكر او على اللعيبه او حوارات. بس امبارح كان في نجوم قدام مع المنتخب، مع لعيب المنتخب، وتصوروا معاهم وكده يعني. انت ضد الكلام ده؟ لا، انا ضده. لو انت مثلا عندك المباراه بعد 24 ساعه او 48 ساعه، تمام. لكن بصراحه عادي امبارح يعني، عادي. لكن بصراحة انا شايف لا، الموضوع لسه فعلا. يعني انت لسه قدامك المباراه، لسه يوم السبت الجاي. فانا بطلب من النهارده، معلش مهما كان بقى يعني، خلاص القياده الاداريه موجوده، قياده المنتخب موجوده، وزير الشباب موجود، الناس كلها موجوده اللي هي على راس القياده الرياضيه. كويس. ما ينفعش بقى ان احنا لا ندخل جمهور ولا حتى لعيبه ولا حتى مشاهير. كويس. اللعيبه عارفه كويس قوي دورها، اللعيبه عارفه ان هو على المحك يعني. هو بشكل شخصي كل لاعب دلوقتي ليه ثقله في الموازين الرياضيه طبعاً. وكل واحد عايز يبقى يعلو يعني. انت عندك محمد صلاح 185.2 مليون يورو بالظبط. عندك اغلى لاعب في افريقيا محمد صلاح، يعني في الثاني على طول ساديو ماني. لو جيت لبقيه لعيبه منتخب مصر، ما برضه في مصنفين، في محمد النني، في احمد محمدي، في حجازي، كل دول مصنف عايز طبعاً. لهم طموحات ان هم يروحوا. يمكن احمد حجازي، معلش، يمكن رغم ان هو بيلعب في الدرجه الثانيه تشامبيونشيب، لكن هو عنده تطلعات طبعاً. يلعب في المستويات الاعلى. وانت كفايه ان انت عندك اربعه من منتخب افريقيا حتى الان في مع نهايه أفريقيا. في التشكيل الامثل، فدي برضو بيدي لك مسؤولية كبيرة جدا تحافظ عليها، مسؤولية قدام جماهيرك، قدام 75,000 متفرج، قدام 100 مليون أمام الشاشات الصغيرة. الجميل إن حتى المشاهدين بيبقوا في تجمعات كبيرة. النهاردة وزير الشباب بيفتح مراكز الشباب كلها، عندك الأندية كلها موجودة، الأعضاء كلهم بيلتفوا حول مصر واسم مصر. النهارده في اقل تجمع لا يقل عن 5,000 مشاهد ومتابع في اقل تجمع. الناس دي كلها حاسه، الجهاز الفني حاسس، اللعيبه حاسه بهذا الامر. فاعتقد ان ده هيديهم طاقه ايجابيه، هيشحنهم بشكل كبير قبل المباراه اللي جايه ان شاء الله. طيب، عايزين نتكلم على التشكيله، وبيبو جابها لنا على الشاشه دلوقتي، وتشكيله افضل 11 لاعب او افضل منتخب او افضل تكوين للمنتخبات كلهم في الدور الاول بالتحديد. في عندنا اربعه مصريين متواجدين في التشكيله المثاليه للجوله الاولى: محمد صلاح، احمد المحمدي، واحمد حجازي، محمد الشناوي. في المقابل في التشكيلة الأساسية دي، لأن في دكة على فكرة، في ثلاثة أو في اثنين جزائريين، رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، دول المتواجدين من الجزائر. تعليقك على التشكيلة دي من وجهة نظر؟ هي حاجة كويسة بصراحة أن يكون في أربعة مصريين. لا، هي حاجة كويسة ومفاجأة بصراحة. الشناوي يستحق بصراحة. الشناوي طبعا على راس المجدين، وكنا طبعا متوقعين ان هو يخرج مان اوف ذا ماتش المباراه اللي جايه. وعلى فكره عمليه التقييم مش عارف بتتم ازاي، وان كنت على قدر خبراتنا المتواضعه في المجال، خبرات كبيره طبعا، لا ربنا يخليك، يعني اعتقد ان جات لك كام كوره، صديت كام كوره، انقذت كام هدف وهكذا. بالنسبه للاعب جات له كام كوره، تسليم والتسلم، تمريرات المقطوعه، تمريرات الصحيحه، كل ده بيتم على هذا القياس. سجلت ولا ما سجلتش؟ احنا بالورقه والقلم كده اما حسبناها، لقينا محمد الشناوي
يخرج. ازاي حصل حد تاني اللي ياخد مان اوف ذا ماتش؟ مش اشكال. المهم ان هو ان تم سحب هذه الجائزه او كان في استقرار على الشناوي هو احسن لعيب في المباراه الاخيره امام اوغندا. لكن في الدقيقه حاجه و70 تقريبا كان في كره عرضيه الشناوي فلتت من ايده فالتقييم قل بالنسبه له فعشان كده راحت للمحمد يعني. تمام. انت لو انت مان اوف ذا ماتش وجات لك وجبت جون واثنين ومكسر الدنيا وجيت في اخر فرصه جيت قلشت والجون فاضي ما تاخدش الجايزه؟ لا لازم تاخدها طبعا. بس صح ولا لا؟ انت بتاخد بالمحصله مش بتاخد باللعبه او اثنين بتاع ادائك في المباراه يعني. بالظبط. لكن انا يعني في برضو في بعض اللعيبه انا كنت اتمنى ان هم يدخلوا. مين من وجهه نظر حضرتك؟ يعني فاروق مية. فاروق مية طبعا لعيب كبير قوي. انا مش عارف أوغندا. مش عارف ليه هو مش محطوط في مش عارف برضو دي من ضمن الحاجات المثيره للاستغراب يعني. هل هو في حد افضل منه؟ لان ده منتخب اوغندا صعد بمجهود هذا اللاعب الحقيقه. طبعا اكبر نسبه تمريرات صحيحه من فاروق مية، اكبر نسبه كور ثابته ملعوبه مؤثره فعلا. اكبر نسبه اسيست عندهم اللعيب رقم 22 كمان مميز مش فاكر اسمه ايه بس لعيب مميز جدا. فدي برضو يدعو الى الدهشه شويه يعني. يمكن ساديو ماني برضو موجود ولكن غريبه شويه بصراحه. برضو هو جاب هدفين. شوف على العكس بقى. يعني جاب هدفين في المباراه الاخيره وكل حاجه بس مش هو ده ساديو ماني. واهدر ركله الجزاء وكان غايب غريبة. عن المباراه الاولى بسبب الايقاف. واهدر ركله الجزاء فهي برضو غريبه بصراحه. يعني محمد صلاح برضو عشان نبقى منطقيين يعني مش هو الطب دلوقتي محمد صلاح يعني مش في قمه مستواه عشان يكون متواجد في التشكيله المثاليه يعني. بالظبط بالظبط. لا يعني رغم ان احنا كنا مستغربين ان في لعيبه كانت لازم تدخل هذا المنتخب الا ان في برضه لعيبه عليهم علامات استفهام. المستوى مش عارف ليه المستوى متراجع شويه. يمكن المجهود الكبير اللي بذلوه خصوصا محمد صلاح وساديو ماني. هل المجهود الكبير اللي شاركوا مع ليفربول؟ هل ضغوط المباريات المتلاحقه؟ هل وهل علامات استفهام كثيره هتبين كمان في المباريات اللي جايه. اتمنى ان عمليه الاختيار المقاييس الفنيه تكون دقيقه شويه في المباراه اللي جايه خصوصا كمان انت هيدخل لك الفار هيبدا يستعمل هيبدا من دور الثمانيه. انا طبعا يعني من ساعه الفار ده ما اتعمل وانا ضد موضوع الفار بصراحه. ضده؟ انا ضده مع انه بيحاول يقلل من الاخطاء التحكيميه نسبيا حتى. لا يعني كرة نشوف كوارث بصراحه. معلش انت يعني هو في افضح وافظع من هدف مارادونا؟ لا ما فيش طبعا. في اكتر من كده خلاص وكاس العالم والناس لا كملوا المباراه والدنيا وهتفضل تتكلم على الخطا ده مدى الحياه. هو دي كره القدم، هي دي متعه كره القدم. هو ليه بيقللوا بيحاولوا يدخلوا التكنولوجيا فيها عشان تقلل الخسائر الماديه مش الخسائر الفنيه الماديه طبعا. ليه انت كفريق هتوصل للنهائي مثلا ويضيعك ركله جزاء مثلا ظالمه من حكم انت كان ممكن تستحق مثلا 5 مليون دولار اللي هو الجزاء الاولى. بقيت انت خدت 3.5 مثلا مليون، انت خسرت 1.5 مليون ماديا. صح. قس على ذلك البطولات كلها بقى سواء بطولات محليه او دوليه او لكن كفنيا انا مش شايف. انا شايف المتعه قلت انك انت توقف المباراه وتعمل كده وتستنى وايه وفي ايه بس اقول لحضرتك على حاجه هي فيها برضو جزء من المتعه. لو نفتكر في الشامبيونز ليج مثلا مباراه توتنهام ومانشستر سيتي ولما مانشستر سيتي جابوا جون الفوز والصعود لدور نصف النهائي على ما اتذكر في هذا التوقيت والحكم حسبه بعد كده الفار بلغه ان الكره مش جون مع نهايه الماتش. الفرحه اتنقلت من هنا من مانشستر سيتي قمه الاثاره. دي قمه الاثاره والمتعه برضو يعني. هي بتحقق العداله. بالظبط. في الاخر بس كره القدم مش عادله. انا بقول لك هي طول عمرها ظالمه. انا بقول لك ما بيقول لك المستديره الغداره. صح ولا لا؟ صح. طب خلاص انت هتلغي بقى كلمه الغداره وتلغي كلمه الظالمه. هو بيحاولوا يخلوها عادله شويه. بس هو كان الاهم ان الفار يطبق على مدار البطوله بشكل كامل مش ادوار معينه. ما يبقاش جزء وجزء. لان كان ممكن فعلا يعني فرقه على المحك يعني مثلا انت عندك كينيا افضل فرقه خرجت والفريق الوحيد من الثمان فرق اللي فاز. الوحيد. ويعني كان ممكن يخش مكان فرقه ثانيه لو في مثلا فار او كده. لكن انا بقول لك هي متعه كره القدم ستظل دائما طبعا. هي لعبه جدليه لا غير لعبه التنس والطايره والحاجات دي كلها اللي بتعتمد على الخطوط انها تلمس الخط او ما تلمسش. ما هم لعبه التنس على الجواب ايه؟ ان بالجرس
لما تلمس بره الخط تعمل جرس، مفيش فار بقى ولا كلام من ده في ساعتها، في لحظتها، في بص في جزء من الثانيه، مفيش انك توقف وتروح وتتفرج وتوقف متعه الجماهير. طيب حضرتك في دور 16 مباراه مصر وجنوب افريقيا، هل حضرتك مع تعديلات في تشكيل منتخب مصر ولا شايف ان المنتخب بيلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه الثلاث ماتشات؟ لا هو طبعا هو التشكيل اتغير في المباراه الاخيره، المباراه الاخيره بس يعني، بس التشكيل الاساسي معروف اول ماتشين معروف. هو اتلعب بالتشكيل الاساسي. انا مع نفس التشكيل اللي اتلعب فيه المباراتين الاولى والثانيه، كويس ما يتغيرش، هو ده نفس التشكيل. حتى في ظل بعض الاقتراحات اللي بتقول ان عمرو ورده يبتدي على حساب عبد الله السعيد بسبب سوء مستواه الفتره دي. لا اصل زي ما قلت لك ان المباراه اللي جايه مباراه ما نقصهاش على لا تقصها خالص على المباريات الثلاثه اللي فاتت. أكيد. انت مهما غيرت يعني، انت لو غيرت في التشكيل هيبقى في نسبه اهتزاز نسبه في المستوى، وخصوصا ان انت ليد في مباراه جنوب افريقيا، انت هيبقى ليك الافضليه من بدايه المباراه ان شاء الله. المفروض باذن الله لا الافضليه الفنيه، انا بتكلم عن الافضليه الفنيه. انك انت في البدايه، لان هم جنوب افريقيا هيبقى متحفظ شويه، انت لك الافضليه في الاستحواذ، انت اعلى نسبه استحواذ انت والمغرب والجزائر. بالزبط. بس يعني انا برضو لو تطرقنا لعمليه التحليل هنلاقي المغرب افضل تحليل رقمي، افضل يليك الجزائر ثم مصر. يعني انت لو بصيت التحليل الرقمي بالذات يعني هتلاقي الاستحواذ المغرب 60%، هتلاقي التمريرات صحيحه 1052. بص معدلات كبيره جدا، محاولات على المرمى 38 فرق عن اللي بعديه، 39 مراوغات صحيحه. بص بقى يعني ايه مراوغات صحيحه؟ يعني فروق فرديه بين اللعيبه، صح؟ محاولات تمرير، تسليم والتسلم، لا يبقى محاولات جماعيه. تسليم والتسلم دي انتشار وانك تاخد مكان، صح. سواء معاك بالكوره او مش معاك الكوره. اذا هنا تقدر تحلل المنتخب ده انه منتخب شبه متكامل، مش عايز اقول متكامل، شبه متكامل من الناحيه الجماعيه، وهو الاستحواذ والانتشار والتمرير والتسلم اللي هو التسليم والتسلم، ومن الناحيه الفرديه من حيث المراوغات والحلول الفرديه عند اللاعبين. تمام. طب عايزين يا جماعه برضو شريف شعبان عشان نطمن على مباراه الاهلي الوديه، عايزين نطمن الاخبار ايه والنتائج ايه، برضو نحاول نجيب شريف يقول لنا ايه الجديد. طيب عايزين نتكلم على المنتخبات اللي تاهلت لدور ال 16، المواجهات، توقعاتك لهذه المواجهات. عندك مالي كوت ديفوار مثلا، تتوقع مين اللي يتاهل منهم؟ بص هو مالي وكوت ديفوار يعني مباراه متكافئه. انا منتخب قوي بالنسبه للمباريات كلها، هي مباريات متكافئه باستثناء ان شاء الله باذن الله يعني مصر باذن الله، يعني باذن الله. مباراه مالي وكوت ديفوار ده هتلعب في منتخب في استاد السويس، هتبقى يوم الاثنين. هي مباراه متكافئه، وخصوصا ان مالي صاحب اعلى نسبه تهديف فعلا، مسجل ست اهداف فبيلعب اوبن جيم بشكل تمام. كوت ديفوار ما عندوش حاجه بقى يبكي عليها، عايز برده بحكم برده التاريخ، عايز يبقى عندهم خمس اهداف في البطوله بالمناسبه. كوت ديفوار خمس اهداف، ولكن مالي عنده الرغبه اكتر. لو بصيت لمالي في السنوات اللي فاتوا ونسبه مشاركاتهم في كاس الامم الافريقيه هتلاقيهم الكيرف بتاعهم بيعلى. طيب هنرجع نتكلم بتفاصيل اكتر عن مباريات دور ال 16، خليني بس سريعا اروح لزميلنا العزيز شريف شعبان يطمنا على مباراه الاهلي الوديه. شريف الاخبار عندك ايه؟ كانت تحيه ليك زميلي امير طبعا، وناخد رعد كبير موسوعه الممتاز بيه طبعا، طبعا الكره المصريه في محمد باهي وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ما زال التعادل السلبي مستمر بين الاهلي وفريق المتحده. يمكن خليني اقول لك ان مصطفى شارتي حوالي 30 دقيقه وبعد كده هو اجرى تغييرات، يمكن نزل مكان معلول محمود وحيد، نزل مكان باسم علي احمد فتحي، نزل مكان الديفندرين بدل هشام محمد والعربي بدر، نزل السوليه نزل حمدي فتحي، نزل مكان جون رجعين نصر ماهر، نزل مكان الشحات حمودي، نزل مكان عمرو جمال ازارو، يمكن محمد شريف استمر، محمد عبد المنعم ناشئ استمر، سيرتباك ربيعه استمر، علي لطفي استمر. يمكن الراجل بيجرب تكتيك، بيجرب لعيبه، بيجرب كذا حاجه يعني في الملعب، بس التعادل لسه مستمر. اهداف كتير الاهلي بيضيعها، في ظهور بشكل قوي جدا للعربي بدر، يمكن كويس اعلن عن مولد نجم جديد، هو لعيب مبشر في الحقيقه عربي بدر.
لعيب مبشر جدا، لمساته مواليد 2001 لمساته في الكوره كويسه، بيدافع كويس، سرعته كويسه، ديفندر واعد لمستقبل النادي الاهلي. سيد بقى ايضا محمد عبد المنعم يمكن ما اختبرش كتير، ولكن لا لا يبشر بالخير. فريق المتحده هو فاجئني، فريق شركات ولكن منظم جدا في الملعب، شكله واقف كويس في الملعب، بيعرف يروح مرتدة كويس على النادي الاهلي. ان علي لطفي ما اختبرش بالشكل اللي ممكن نقول يمكن انقذ النادي الاهلي، ولكن الفريق منظم، الفريق له تجربه وديه مفيده جدا للنادي الاهلي. يمكن ده الاهم دلوقتي في نص ساعه الثالثه، يمكن نص ساعه الثالثه اللي شغاله دلوقتي امامي، وما زال التعادل 0-0. هو المباراه مقسمه على انصاص يعني نص ساعه ونص ساعه غالبا. الشكل العام كده بيقول نص ساعه، وبعد كده الحنفي وقف الايم ولعب نص ساعه الثالثه. الراجل بيدي لكل واحد يمكن وقت معين كده، هو ده بيبان او ده بيدل ان الراجل مدرب الاحمال القياسات اللي كان شغال عليها لاعبي النادي الاهلي بيدي للعيب نص ساعه مثلا، مدي للعيب ساعه، مدي لكل لعيب وقت غير التاني. فده بيبين ان الراجل فعلا القياسات كانت شغاله، وبيقيس كل لعيب على حاجه، وعارف كل لعيب ياخد قد ايه في المباراه. فالايات يبدو او الظاهر كده ان فعلا الجهاز الفني بيتعامل مع كل لاعب على حده حسب قياساته اللي اجراها فتره الاعداد. فكده زي ما بنقول، زي ما الراجل استعان باحدث اجهزه العالم عشان القياسات باينه في المباراه الوديه الاولى للنادي الاهلي. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان قال لنا كل ما هو جديد بخصوص مباراه الاهلي الوديه في هذه اللحظات، وكل ما يتعلق بفريق النادي الاهلي. ان شاء الله فتره تكون موفقه جدا بالنسبه للنادي. استاذ محمد، كنا بنتكلم على الادوار الاقصائيه وبتحديد دور 16 والمنتخبات اللي هتلاعب بعض وابرز المنتخبات ومين ممكن يصعد. اتكلمنا على مالي وكوت ديفوار، شايف مين اللي يصعد فيهم؟ انا شايف مالي. مالي اقرب المباراه الطريف ان المباراه وطنيه ما بين مدربين وطنيين، ف والاثنين بيلعبوا اوبن جيم، بس انا ارشح مالي. مالي المباراة. طيب الجزائر وغينيا. الجزائر طبعا، الجزائر طبعا بحيي جمال بلماض طبعا، والمباراه برضو وطنيه ما بين مدربين وطنيين، يمكن ما بين باسيرو كاندي وجمال بلماضي، وعندهم طبعا جناد محرز وياسين طبعا محور الاداء، وادم والناس ده نجم كبير، وادم والناس طبعا يعني عندهم الرغبه السنه دي، وعندهم الرغبه الجديده في المباراه. تمام. يبقى الجزائر اقرب. طيب الكاميرون نيجيريا، مباراة متكافئة جدا، وخصوصا ان الكاميرون ما سجلش اهداف كتير، ما حطش اكتر من هدفين. مباراة ما بين المدرسة الهولندية والالمانية، المدرسة الهولندية ممثلة في سيدروف وهو من اصغر المدربين الفنيين، والالماني روهر الكبير السن طبعا. يعني ما بين الشيوخ، المدرسة الشيوخية او الشيوخ والشباب يعني. طيب مصر جنوب افريقيا ان شاء الله باذن الله. السنغال اوغندا. السنغال واوغندا مباراه رغم ان ناس كتير قوي مرشحه السنغال، لكن انا برشح اوغندا لانها عندها نسبه استحواذ جامده وعندها رغبه اكبر يعني. طيب المغرب وبنين. المغرب طبعا ان شاء الله يعني بما تملك من خبرات، وخصوصا انها حسمت المباريات في الدقائق الاخيره، عندها خبرات. طيب مدغشقر كونغو، مدغشقر مفاجاه البطوله. مدغشقر هتواصل مفاجاتها حتى حين. تمام. تونس غانا، مباراة متكافئة جدا جدا، ورغم ان تونس صعدت بشكل انفس ونتائجها مخيبة للامال، رغم ان انا متوقع ان تونس تكسب. ان شاء الله نتمنى المنتخب التونسي كل التوفيق. سريعا هقرا بس بعض تعليقات جمهور الكرة المصرية فيما يتعلق بافضل منتخب في البطولة حتى الان. نبتدي فيسبوك. الجوكر اسلام قال مصر ان شاء الله هي احسن منتخب، احمد سلامه قال الجزائر، محمد محيي قال الجزائر، محمود جاد قال اقوى منتخب الجزائر، بس مصر هتاخد البطوله يا رب ان شاء الله باذن الله، الاسطوره فادي قال الجزائر، كريم المغربي قال الجزائر، كمان محمد جمال قال المغرب اقوى اداء. تمام، دي بعض التعليقات على فيسبوك. خلينا نروح لتويتر سريعا. عشقة الاهلي قالت الجزائر، درع الاهلي قال المباراه مش هتتذاع يا امير، ما تقلقوش المباراه هتتذاع، بالمناسبه مباراه الاهلي الوديه هتتذاع ان شاء الله باذن الله النهارده. كيمو قال الجزائر بلا منازع. بارس قال ما فيش فايده في كوره، ما فيش حاجه في المنتخب، بينتقد يعني المنتخب شويه، ان شاء الله المنتخب يكون افضل خلال الفتره اللي جايه، لكن واضح ان في اجماع على منتخب الجزائر كافضل منتخبات في البطوله، ودي حقيقه حتى الان. يا استاذ محمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. اشكرك. ده كان لقائنا مع ضيفنا العزيز استاذ محمد باهي الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا في امور كثيره جدا تتعلق بالبطوله بشكل عام، وفي بالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني المصري اللي بنتمنى له كل التوفيق في مباراه يوم السبت القادم امام جنوب افريقيا باذن الله، وتاهل لدور الثمانيه.
كانت حلقتنا من كلام في الميديا، استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله، إلى اللقاء.